طبعا لا يسعني إلا أن أكون سعيدا أن أشارك في هذا الحفل. الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بخارج شؤون الهجرة يعني خطت خطوة كبيرة في تواصل الفنان المغربي والمسرحي المغربي مع المغاربة المقيمين بالخارج. في حقيقة أنا سنوات وأنا كنخرج للخارج وكنقوم بجولات، وفي حقيقة ما يمكن لي نأكد لكم بأن المغاربة ربما في الخارج عندهم علاقة بالفن المغربي أكثر من المغاربة اللي داخل المغرب، متشوقين ومتعلق بالفن ديالهم وبالمسرح ديالهم وبالثقافة ديالهم، ونقول لك أنهم كيجيو بكثافة وتيتابعوا الكبيرة والصغيرة. وطبعا الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيم بالخارج وشؤون الهجرة دعمت عدد كبير هذه المرة، هذه عدد كبير، ويعني شفنا فيه التنوع ديال المدارس، ديال التوجهات، ديال 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 اللغات، ديال اللهجات. وطبعا هذا هو المغرب، المغرب هو التنوع، هو الغنى ديال الثقافه، ديال التقاليد، ديال الجذور، ديال الاصول. طبعا هذا مفخرنا كمغاربه هذا التنوع هذا، وحنا نعتزوا بهذا التنوع كفنانين، وحنا رسالتنا كفنانين ان نعكسوا هذا التنوع ونعكسوا هذا الغنى هذا، لانه يخدم اولا قبل شيء الأمة المغربية كوحدة وكلحمة، ويخدموا ثقافتنا. ونتمنى إن شاء الله أنه هذه السنة كيف قلت أنها تستمر إن شاء الله وما تقطعش بإذن الله. في الحقيقة يعني كاين تغيير كبير ولله الحمد، كاين مستوى جيد سواء بالدارجة أو بالأمازيغية، كاين تجديد، كاين مواضيع يعني تستحق كل التنويه والتشجيع، كاين شباب كيمتاز يعني بملكه قويه في التشخيص، فهذا الشيء مشرف لنا ولله الحمد، وكنتمناه يستمر. ويعني كيقولوا الناس الا بديتي برقم واحد غتوصل لعشره ان شاء الله، غير ما يمكنش لينا اننا نبداو من عشره باش نعود نهبطوا لواحد، فاحنا الامور غادا مستمره والاجيال كتكون ولله الحمد. والامازيغيه يعني طرا عليها واحد التغيير كبير سواء في يعني في الممارسه او في المستوى، فانا كنت غنبدا الامازيغيه واحد المده هذه ودرت نصيبي حتى انا فيها ولله الحمد، لكن اليوم كاين تغيير، كاين على مستوى الفكر، على مستوى الاداء، على مستوى الشباب، على نوعيه الشباب فيها، فهذا مشرف، هذا مشرف. انا بالنسبه لي لقاء تاريخي، فلاول مره يعني كنشوف بعض المجموعات اللي كيغنيو بالريفيه وكذلك بالشلحه، يعني لاول مره كنتعرف عليهم. كاينين طبعا الاسماء اللي هي معروفه والاسماء اللي لاول مره كنتعرف عليها، وهذا كله يعني بفضل هذه المبادره الجيده اللي كتقوم بها وزاره الجاليه في شخص السيد الوزير سي بن عتيق. فهذا الشيء ما يمكننا الا نصفقوا له، وهذا الشيء ما يمكننا الا نطلبوا بانه تكون عنده استمراريه، ما يكونش غير مرحله اولى وثانيه وثالثه، فما نكرهوش بانه يكون يعني طيله السنه. كيف قلت لبعض الزملاء بانه راه ما احوجنا لمثل هذه اللقاءات، ما احوجنا لمثل هذه اللمه. فكيف كتشوفوا يعني كنشوف وجوه سياسيه، وجوه رياضيه، وجوه فنيه يعني في التمثيل وكذلك في الغناء، فهذا شيء جميل، وهذا الشيء هو اللي خصنا في المغرب، لانه تكون ديك اللمه بيننا وذاك التعارف فيما بيننا. بالاضافه لانه الناس ديال البلاد المهجر يعني لما غتدي لهم فرقه مسرحيه حتى لعندهم او فنان يعني كيشوفوه مباشر، فثقوا بيا بانه غادي يكون اسعد انسان على وجه الارض، لانه لما تمشي البلد بعيد ويعني فرقه يعني مسرحيه غادي تدوي معك او غادي تشخص لك المسرحيه بالريفيه، فهذا شيء جميل جميل وجميل جدا. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم.